يا صهيب انت شو كنت بتخسر لو انه خليتني اجيب صبي؟ يعني نحن لو كان عندنا ولد يقول لي ماما ويقول لك بابا شو بيأثر عليك؟ اه يعني انت لو بتحبني مثل ما بتحب مديرك العام، ولو بتعاملني مثل ما بتعامل مديرك العام، انت فكر انا بحياتي ممكن ازعل منك؟ انا اصلا كنت حبك كثير، بس هلا كل شيء تغير خلص. واذا بدي ارجع فعودتي رح تكون مشروطه، يعني عوده ضمن شروط. لا، هي الصيغه الجديده الموجوده ضمن خطابك اول مره بسمعها. انت مو مطيعه اللي انا بعرفها. حاسس حالي عماكش نوال السعداوي. مين نوال السعداوي؟ يا ريت نوال السعداوي، يا ريتني نوال السعداوي. عيال يا امي. لا وينك؟ ولك معصوف الرادي وينك؟ والله والنس والله لا ما خلي فيكي عطني صار لك شبك جنيتي لسه دايرة بالحارة من مرة لمرة لك صرتي مطلعة نص نسوان البلد وما عديتي وعاملتي لي فيها ناشطة اجتماعية؟ يخرب بيتك هلكتينا الله لا يوفقك ولا يكن لك خير تعرف أنا ما يكون عندي مرة مثلها والله لكسر راسها الصبح قتلي والمساء قتلي